دكتور، قبل أن تبحر في تفاصيل ما يتعلق بالاختصاص القضائي، أود أن تعرف المشاهد الكريم بداية ما المقصود بالاختصاص القضائي بشكل عام وأبرز الجزئيات التي تنضوي تحته. بشكل عام وبشكل مبسط، الاختصاص القضائي يعني أن هذه المحكمة التي تذهب إليها هي المختصة مكانا ونوعا بنظر هذه القضية التي تريد أن ترفعها إليه. فهذا باختصار شديد المقصود باختصاص القضائي. إذا ذهبت إلى محكمة غير مختصة ممكن يضيع عليك وقت جلسات حتى يتأكد ويعرف ويتثبت القاضي أنها غير مختص، ثم يحكم بعدم الاختصاص، إما المكاني مثل ما ذكرنا أو بعدم المكاني. عندنا اختصاص مكاني، عندنا اختصاص نوعي، وفي اختصاص يسمى الاختصاص الولائي. هذه هي أبرز الاختصاصات، وأيضا في عندنا الاختصاص الدولي ذكرنا، وأيضا نظام المرافعات. هذه أبرز الاختصاصات التي ممكن أن نتحدث عنها في هذه الحلقة. دكتور، بحكم